اتحققت فيهم مرة لقيت نفسي ضايع في بلد غريبة، لقيت نفسي في أمريكا وأنا كنت بسمع مزيكا، ولقيت في إيدي رسالة لها جاية من حمامة وطير مكتوب عليها فاعل خير. ببص هنا وهناك بترعب، بشوف وشوش غريبة، يا ترى حصل إيه؟ أكيد ده في مصيبة، الناس مستغربيني ما هم مش عاجبيني. بحثت عن اصلي وفصلي، بكلمهم بلغتي لاقيهم مفكرني عبط مجنون واهبل، ادوني كام ورقة فلوس لو واحد غلبان متبهدل. مرضتش بالحكايه، قلت لهم جاي من السما، ما كانش زمانك ده بالحال ده انت زباله. زهقت اكتر، زعلت بصوت عالي اكتر، انا زيكم فيا نفس مش عارف اتكلم قدامهم، افكاري تتكنس. بحثت على السفارة لغاية ما وصلت العمارة، بصولي بفجأة وعرفوا أصلي، قالولي ده أنت مصري. اتصدمت اتخلقت، قلت اللي نفسي اللي جابني هنا اللي وصلني هنا. اشتغلت واتبدلت في البلد دي لغاية لما طلعلي تعب من فوق عينيا، قالولي هنطيرك، قالولي هنسفرك، قالولي اوعى تحزن ما تعيطش ربنا معاك ما تقلقش. اخدت اول طيارة البلدي، هو ده اللي حلتي. وصلت شفت ناس تشبهني، شفت ناس ريحتهم هي ريحتي، صورتهم هي صورتي، شفت المصري اللي بيعدي السلام وصاحبه الامام، وشفت اللي قاعد على القهوة بيقول له انا مستنيكوا لما اخلصوا يقول لهم كانت منورة بيكوا، وشفت الست المصرية اللي شايلة فوق طاقتها يجي واحد يساعدها، بالنسبة ليها زي ابنها، هي دي جدعانة المصريين مفيش شعب زيه، مليان بالحنين. استقبلوني احلى استقبال، قالولي على كل حاجة من غير كلام، مصر فيها غرايب وعجايب كتيرة، كل ظالم بلده بعين المسكينة من بلده بعين المسكينة. الرجولة علامة من أجدادنا وميراثنا بتتساب، في جود في طبعنا منهم اللي خاب، لكن في وسط الناس عامل رجولة يجيله قلق واكتئاب، لكن مين اللي